نصائح تهمكم. نصائح تهمكم. هي أربعة مشاكل أساسية ورئيسية يجب تجنبها في إدارة المشاريع. عدم السماح بوجود وقت كافي. المشكلة الأولى هي عدم السماح بما يكفي من الوقت لإكمال أي وظيفة متعددة المهام، وهذا هو السبب الرئيسي لفشل المشاريع وانحراف الحياة المهنية للناس عن مسارها أو فشلها، فهم يتمنون الأفضل ويركنون إلى الحظ ولا يسمحون بوجود وقت كاف لاستكمال كل مرحلة من مراحل المشروع، ونتيجة لذلك يفشل المشروع. افترض الأفضل. المشكلة الثانية هي افتراض أن كل شيء سيعمل على ما يرام. يقول المؤلف إليكس ماكنزي: تكمن الافتراضات المنحرفة في جذور كل فاشل أو في جذور كل فشل، فلا تفترض أن كل شيء سوف يسير على ما يرام، بل افترض أنك ستواجه مشاكل دائما، واسمح لنفسك بوجود ما يكفي من الوقت والموارد من أجل حل تلك المشاكل. التسرع في النهاية. المشكلة الثالثة في إدارة المشروعات هي أن الفريق ينهي المشروع بتسرع، فعندما تندفع لإنهاء أي مشروع لأن الوقت أو المال قد نفد منك، فإنك ستخطئ دائما تقريبا وتنتج عملا ذا جودة ضعيفة، وستضطر للعودة إليه وتصحيحه في وقت لاحق. وفي الواقع فإن الأمر يأخذ منك وقتا أقل للانتهاء من المشروع بشكل صحيح لو نفذته ببطء وثبات وأديته بشكل لائق في المقام الأول. محاولة فعل أشياء عديدة في آن واحد. المشكلة الرابعة في إدارة المشروعات هي أن تحاول أن تفعل أشياء عديدة في وقت واحد وتنتهي بألا تفعل أي شيء بشكل جيد، فإنك إما تأخذ الكثير جدا من المسؤوليات على عاتقك أو تلقي بالكثير جدا من المسؤوليات على عاتق الآخرين، وفي كلتا الحالتين تسقط أجزاء متعددة من المشروع طوال الطريق، وأحيانا يضيع كل هذا الجهد هباء منثورا. افعل شيئا واحدا في كل مرة وافعل كل شيء بشكل جيد قبل أن تنتقل إلى المهمة التالية. نتمنى لكم كل التوفيق مستمعينا في مشاريعكم، وتحية للشباب اللي يتعاملوا مع كل عمل يقوموا به على أنه مشروع بحد ذاته، ويهيئوا أنفسهم ومواردهم وطاقاتهم لإنجاح هذه المشاريع. وكل ما كانت البداية صحيحة كل ما كانت المهمة أسهل. دائما نقول التصليح في شيء أنشئ أساسا بشكل غير سليم هو أصعب بكثير من تأسيس شيء ينشأ بشكل صحيح. صباحاتكم خير ومشاريع ناجحة.